بقى معلش يعني لكلمه لا انا عايزك تاخد راحتك خالص لكلمه كل شويه لكلمه كل شويه تطلع على السطح نقعد نستناها. ايه هي؟ فايلر ما قابلش اختبار قوي. الموسم خلص خلص وصلت نص افريقيا، والكلمه دي اتقالت اول ما النادي الاهلي كسب الزمالك في الشوط الاولاني في السوبر 3-0، ولولا ان حصل الاصابات وخلص 3-2 والنادي الاهلي كان مسيطر سيطره رهيب. طبعا اتقالت، قال لك لا 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 مش مقياس، خد بالك انا بلعب الزمالك مش مقياس. رجعت اتقالت بعد ما كسبت انت 5 مباريات في الدوري، قال لك لا 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 النادي الاهلي 5 مباريات متتاليه دوري ضعيف، دوري ضعيف مفيش منافس في الدوري. طلعت نغمه فايلر في افريقيا غير فايلر في الدوري، والراجل طلع فسر ده مع اني على فكره انا واحد من الناس ضد تفسيره. تمام. بالمناسبه هو ايه هو كان قال ساعتها؟ هو قال ان طبيعي انك تكون محلي غير انت بتقابل في عشان منافسه في افريقيا اقوى وكده غير وبتاع. انا شايف حاجه تانية ممكن اشرحها بعدين. ماشي. انت بتتكلم 5 ماتشات قال لك ما قابلش حد قوي، 10 ماتشات ما قابلش حد قوي. كل ما يجي بقى الماتش القوي ونفس النقاد او نفس الخبراء التحليل، وعشان كده انا كنت قلت جزئيه ليه فايلر ما بيحبهوش في التحليل. تمام. ايه ان هو الماتش اللي جاي هو اللي هيبين قدرات فايلر. خلاص بقالنا فتره بنسمع الكلمه دي ويخلص والراجل يعدي وزي الفل. ايه يا جماعه لا 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 الماتش اللي جاي هو اختبار الماتش سان داونز. طب الراجل لعب كل فرق الدوري كسبها خلاص، بيراميدز اللي وصل النهائي يكون ويقول لك ايه الدوري مش مقياس انه يبين قوه الاهلي مع فايلر. الاهلي كسب بيراميدز اللي وصل نص نهائي الكونفدراليه والمرشح الاول للقب. طبعا. الاهلي كسب المصري وهو وصل ربع نهائي الكونفدراليه وهو المرشح الاول للقب. الزمالك مش المصري لسه لا لعبته. لعبنا المصري. لعبت المصري. سيبنا كام مش فاكر. 1-0 او 2-1 حاجه كده يعني. ممكن حد ماشي هفكرونا يا جماعه. لا كسبت المصري. تمام. لعب الزمالك ما رضيش يجي علشان كسبنا المصري صح. الكهرباء لما جاب جون ما انا بقول لك الزمالك اللي وصل معاك نص نهائي دوري ابطال ما رضيش يجي علشان هو كان عارف ان هو كسبك ازاي في السوبر. وباعتراف الجهاز والاطار الفني بتاعهم قالك انا مش مجنون او اقدر ان لاعب النادي الاهلي مفتوح او هاجم النادي الاهلي. خد بالك ده المدير الفني، انت عندك الغريم او المنافس التقليدي بتاعك بيقول لك انا ما اقدرش اهاجم النادي الاهلي وهو بحالته دي. هو مين اللي عامل الحاله دي؟ مش فايلر طبعا باللعيبه دي طبعا اللي من غير رمضان صبحي ومن غير لعيبه كتير. مش رمضان صبحي. طيب نغمه اخرى من ضمن النغمات برضه. استنى كمل ماشي معاك. انت عديت الهلال السوداني في السودان. انت بتتكلم عن المحطات الصعبه في مشوار فايلر يعني وكيفيه التعامل معاها. انت عديت الهلال السوداني في السودان وكان ممكن الهلال السوداني بس يكسبك ويصعد مكانك طبعا وكسبت. وانت كان ممكن تكسب سكور هناك والظروف صعبه جدا وكسبت. بتلاعب سان داونز هناك هنا الاول بتعمل اداء هايل خططي بتكسب 2-0 وهناك بتعمل ماتش تكتيكي على درجه عاليه من التخطيط قبله اداريا وفنيا، وتيجي دلوقتي يقول لك احنا فايلر ما قداش يعني خلاص لو احنا بنفس المنطق عايز اختبار يعني قوي عشان خلاص ماشي ناخد الاهلي ودي في حته ثانيه زي الناس ما كانت الناس الثانيه كانت بتقول لك نروح نلعب في الدوري الاسباني. مش كده يا جماعه مش كده يعني لازم يكون في منطقيه وواقعيه في الكلام.